فبالتأكيد أنت لا تنتمي لهذا الشعب. ومعذرة السيد العكاري إذا رددت عليك بهذا الشكل، لأني أعرفك والآن عرفتك أكثر. بالنسبة للجنوب التونسي، الجنوب التونسي من المناطق يعني أصلا يعني هي من المناطق الفقيرة، يعني ليس لها حتى مناجم يمكن أن تمثل القطب الذي يتأسس حوله الاقتصاد المحلي. لكن الجنوب التونسي، منطقة بن قردان ومنطقة زرزيس إلى غير ذلك، هي من أكثر المناطق نشاطا سياسيا، نشاطا اقتصاديا، لسبب بسيط، أن هناك ما يشبه الاندماج بين اقتصاد هذه المنطقة والاقتصاد الليبي. وهنا أرجع إلى قضية قفصة ومستقبلها، أنه لا يمكن أن ننمي كثير من مناطق الحدود مع الجزائر، لا يمكن أن ننميها وننشط اقتصادها ونؤسس بنية اقتصادية قويمة وقوية إلا بالتعاون مع الجار، مع المناطق والجهات المجاورة في الجزائر. تونس ذهبت يعني شوطا بعيدا في السبعينات على مستوى الدراسات، وأنا أذكر جيدا أنه ساهمت في دراسات في وزارة التخطيط في مندوبية التنمية المندمجة آنذاك، وكلها يعني رأت مستقبل هذه الجهات في الاندماج مع اقتصاديات المحلية في الشطر الثاني من الحدود. طب ولكن نعود للنقطة، هذا ما يجب أن يفكر فيه أهل قفصة. نعم، يعني نعود لنقطة غياب المعارضة والفراغ السياسي الموجود في المعارضة، والسؤال الذي أيضا وجهت النظر التي تقول بأن ربما تونس هي أفضل من غيرها لاتخاذها النهج العلماني. لا، أنا أردت أيضا أن أرد على الأخ الشريف من الجزائر. تونس ليست علمانية. الفصل الأول من الدستور التونسي واضح وضوح الشمس، يقول هذا الفصل: تونس دولة عربية، دولة مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية ودينها الإسلام. فقهاء القانون الدستوري يقولون أن الإسلام يعني دينها الإسلام يرجع إلى تونس وليس إلى الدولة، لكنني شخصيا أفهم، ويستطيع أن يفهم غيري عكس ذلك، أفهم أن تونس دولة إسلامية، أنها ليست بالشكل الذي يريده البعض. يعني الحمد لله، الحمد لله أنها لم تصل إلى المستوى الذي يريد لها البعض، من أمثال الأستاذ الكريم العكاري. هذه نقطة. طب الفراغ يعني نعم، الفراغ يعني إذا كنا الموضوع عن المعارضة السياسية، تفضل. شوفي، نعم يا سيدتي، المعارضة يعني منذ حوالي 20 سنة، منذ حوالي يعني في الثمانينات، كان هناك في تونس حزب معارض، حزب حركة الاتجاه الإسلامي أو النهضة فيما بعد، كان يكبر وينمو ويتسع، وكانت له قواعد شعبية، وكان يمكن له أن يصل بعد 15 أو 20 سنة لينافس الحزب الحاكم، حزب الدستور التجمع حاليا. لكن القضية التي ينساها الكثيرون هو أن هذا الحزب استعجل أمره وأراد أن يصل للحكم يعني بسرعة مهولة. في سنة 87 خطط لانقلاب عسكري لم ينفذ، لأن هناك وجد من نفذ قبله. ثم يعني وكأن الأمر بهذه البساطة، خططوا لانقلاب آخر بعد 4 سنوات، ويواصلون بعد 19 سنة يواصلون البهتان والكذب والمغالطة، في حين أن أحد قياديهم حاليا اعترف، هو هذا السيد محمد، كان رئيس القوات المسلحة النهضوية، اعترف أنه أخطأ وتاب لربه وطلب العفو والمغفرة والعفو من الناس الذين أضلهم. هذه قضية. نرجع لبقية أطراف المعارضة. في سنة 91 يعني وقعت حملة يعني على النهضة وأتباعها وأنصارها وكل من يعني صار في طريقها أو حذوها، كانت حملة قمعية كبيرة، حملة قمعية كبيرة قضت عليها. حاليا لا يوجد في النهضة إلا
حوالي 24 في السجون، وبقيه من القياديين وبقيه من مش عارف المناضلين الى غير ذلك، لا حراك لهم الا يعني بيان من حين لاخر مع هذه المجموعه او تلك. بقيه اطراف المعارضه للاسف، هذه هي الحقيقه، بقيه اطراف المعارضه بقيت الى حد هذه الساعه مده 20 سنه قضيتها الاولى هي قضيه الحريات والديمقراطيه والحريات والديمقراطية. وهل تراها مخطئة في ذلك يعني؟ ثم بعد ذلك هناك شعب هو نعم يعني أنا هي لا أنا لا أراها مخطئة، هو طلب من جملة المطالب، الشعب يطالب بالعيش، يطالب بالسكن، يطالب بالتطبيب، يطالب بالمدارس، يطالب بالعمل، بالشغل، يعني هذه هي المشاغل الكبرى للمواطنين التونسيين ككل مواطني العالم. ككل مواطني العالم التونسي يريد أن يعيش وأن يسكن في بيت محترم وأن يعالج نفسه أو أولاده إلى غير ذلك، إذا مرض أن يأكل إذا جاع. طب عفوا دكتور يعني أنت متخصص في الاقتصاد، يعني ألا ترى بأن هذه المطالب مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المعارضة؟ يعني السكن، المعيشة، المدارس، هذه مسؤولية الدولة، يعني كيف يمكن أن تتجاوب معها المعارضة؟ ما هو دور المعارضة فيه؟ نعم لا أنا معك أن الدولة المسؤولة على إدارة شؤون البلاد هي المسؤولة على السكن إلى غير ذلك، لكن معارضة تحتج فقط ولا تقدم برنامج ولا تقدم رؤية لها ولتونس ممكن أن تجلب بها المواطنين وتجلب، يعني يعرفون بما عندهم كيف يريدون أن يحكموا تونس. أنا أستغرب أن أناس في المعارضة منذ 35 سنة ومطلبهم الحريات، ثم صارت بعد التسعينات حقوق الإنسان والديمقراطية. يا سيدي نريد رؤية جامعة كاملة شاملة للاقتصاد والسياسة والحريات، كيف ترونها؟ هل ترونها كذا أو لا ترونها كذا؟ نعم. يا سيدي هذه هي المعارضة، المعارضة في بلدان العالم، حتى في بلدان العالم الثالث. نعم. وفي كثير من البلاد العربية يعني وكأن الدكتور عفوا دكتور، يعني القليل من الوقت، ليس لدينا الكثير من الوقت والأسئلة والكثيرة، فأرجو الإجازة، يعني وكأنك تتفق مع أحد الرسائل التي أرسلت للبرنامج من السيد عبد السلام عبدو، الذي يرى بأن بيتساءل هل المعارضة التونسية لديها مشروع واضح للتغيير؟ أنت ترى بأنه ليس لديها مشروع واضح للتغيير بهذا الشكل الذي تقول به. يا سيد لا مشروع لها المعارضة، كل حزب على حدة وكل الأحزاب مجتمعة، ليست لها مشروع للمجتمع التونسي للخمس سنوات المقبلة. نعم. بل أعتقد أنه لأنها لم تجرب ولم تمارس ولم تباشر يعني قيادة المجتمعات حتى المجتمعات المحلية. طيب كيف تنظر لمجموعة 18 من أكتوبر؟ البعض يرى هيئة 18 من أكتوبر وكأنها نقلة نوعية في اعتبار أن هناك اتفاق من تيارات مختلفة ومتباينة. أسمع منك الرد عفوا دكتور، ولكن بعد أخذ أيضا اتصالات ويضاف إلي هذا التساؤل، وأبدأ من هولندا. سيدة تونس القفصي تفضلي، أرجو أن أكون نطقت الاسم سليما. ألو السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. أنا حبيت نعرج على الأخ محمد ثابت من فرنسا. أنا زاد أصير من